الهدف من الفيديو دوت عرض ازاي المدارس بتقيم الطالب، بعض المدارس طبعا مش كل المدارس، يعني بيتقيم بناء على ايه؟ يعني هو بيروح المدرسة وبيرجع، طيب هو بس يا ترى كلها عبارة عن مذاكرة بس ولا في حاجات تانية إضافية بتفرق معاه في الجريدز بعد كده؟ ففي ريبورت 1 وريبورت 2، هما الاتنين يعتبر نفس الحاجة، وطبعا الفرق بس في الايه، في الجريدز بتاعت كل طالب. هنمسك مثلا في ريبورت 1 نشوف المواد اساسا اللي بيدرسها قد ايه. لو بصينا على الشمال هنا هنلاقي في كمبيوتر في الجدول الاولاني اللي فوق، كمبيوتر وانجليش واي اس اس يعني انجليش سوشيال ستاديز يعني دراسات اجتماعيه بس بالانجليش، وفرنش وماث وساينس. وفي الجدول اللي تحت ثلاث مواد منفصلين، يعني المواد دي الكور اللي هي المواد اللي فيها شغل وعمل اكاديمي. المواد التانيين الثلاثه اللي تحت اللي هي الارت اللي هي الرسم او الفن، ميوزك اللي هي الموسيقى، وبي اي الفيزيكال اديوكيشن اللي هو ايه التربيه الرياضيه. هم الثلاثه دول محطوطين لان دي ليها قدرات ومهارات من كل واحد لواحد. طيب بالنسبه بقى لل العامل المشترك او مش العامل المشترك، نمسك الجدول الاولاني، المواد الاثنين اربعه الست مواد دول بيتقاس تقييمهم بناء على ايه؟ بناء على العواميد اللي هنقراها. اول حاجه الاتندنس، الحضور في المدرسه، البيهيفير السلوك، الكلاس وورك. الكلاس وورك اللي هو المشاركه في الفصل، ومش معلش لا مش المشاركه في الفصل، كلاس وورك بيطلب حاجات تتعمل في اثناء الحصه والطالب قاعد ويحلها، مثلا يكتب سؤالين ثلاثه مثلا في الماث، مساله يحلها يجاوب على سؤال زي البونص كده. الهوم ورك طبعا الهوم ورك معروف، الواجب اللي هيرجع البيت يعمله ايه ويرجعه للمدرسه تاني. البارتيسيبيشن اللي هي المشاركه في الفصل، ترى الطالب بس قاعد بيتفرج كده على المدرس ولا بيتجاوب معاه. بروجكت بيبقى على الماده، في بروجكت صغير ما بيبقاش بروجكت يعني مهول قوي بس جزء بينجح، يعني كل مثلا 3 4 اسابيع حاجه كده تقييم صغير على الايه، على الحاجات اللي درسها لكل ماده، وطبعا كل واحده من دول للماده بتاعتها. بعد كده في عندنا الكوارتر اكزام اللي هو امتحان يعتبر ربع الترم. خلاص الترم في مدارس الانترناشنال بتتقسم على حسب كل مدرسه ونظامها، بس في مدارس زي المدرسه اللي معانا ديت بتقسم الترم لاربع اجزاء، فكل جزء بيبقى عليه امتحان منفصل، وبعد كده بيبقى في امتحان كبير في الاخر، وده بيقيم ايه، ده بيساهم برضو في ايه اعمال السنه. الكويزز اللي هي الامتحانات بقى الدوريه كل اسبوع. طيب ده بالنسبه للست مواد اللي هم الاكاديمي اللي هم الاكاديميك. طيب المواد اللي هم يعتبر اللي فيها مهارات بيقيمون بناء عليه على ثلاث حاجات، الاتندنس طبعا ده مهم، الحضور، البيفير السلوك وقت الحصه، والمشاركه بارتيسيبيشن. طبعا دي اهم حاجه في المواد دي، المشاركه، انها مواد تعتبر مواد عمليه. طب ايه اللي هيفرق مثلا في المواد الاكاديميه؟ يعني طب يعني ايه فايده التقييم الكتير دوت ومقيمه؟ لا بيفرق. لو بصينا مثلا عند الطالب اللي معانا دوت، اول ماده خالص، اول فرع، مش هنقول اول ماده، اول ماده اللي هو الكمبيوتر و الانجليش سوشيال ستاديز، دول مادتين جايب فيهم ايه؟ تمام، يعني دخل في مرحله الايه اللي هي المرحله يعتبر الامتياز. طيب حتى مرحله الامتياز لو بصينا كويس قوي اهي ايه ماينس على اليمين، لو بصينا على الكوارتر اكزام بتاع الطالب ده جاب في الحقيقه كام؟ 9 من 15. خلاص 9 من 15 يعني ناقص نسبه كبيره، فلو هي المدرسه بتعمل بس على تقييم على الامتحان مش هجيب الايه، هيبقى في الرينج بتاع ما بين بي وسي. لكن بص بقى ايه لبقيه النمر بتاعته اللي هي التقييم الفعلي ليه، يعني عشان هو التقييم بس ما يبقاش امتحان. الكويزز مقفلها كلها، البروجكت بتاعه مقفله، المشاركه بيرفكت، الهوم ورك مقدمه كله، الكلاس وورك يعني، والبيهيفير يا دوب يعني ناقص نمره في كل واحده، والاتندنس بيحضر كل البنات. ف
ده تقييم يعتبر لحد فيه للطالب، مش بس ان هو امتحن، وسواء الامتحان ده محدش عارف بقى اذا كان ايه ظروفه كانت ايه، ولو حتى مقفله يا ترى هو حله مجهود ولا غشه. فالتقييم او الطريقة بتاعت التقييم ديت انا شايف انها دي طريقة ممتازة، بالرغم ان هو الامتحان ما جابش فيه سكور حلو، الا انه في الاخر اترفعت للجريد بتاعته بسبب الحاجات التانية، ودخل في مرحلة الامتياز. ده بالنسبة للجزئية الأولى. طبعا ايه واضح ان هو في الجزء التاني كل حاجة عنده امتياز في المواد اللي هي الفن والموسيقى والايه والتربية الرياضية، بالرغم من ان نسب المشاركة والأداء نفسه ما كانش كويس بالنسبة طبعا للايه للبيهيفير اللي هو السلوك والحضور، كان المشاركة أقل حاجة عنده عند الطالب ده، أقل حاجة هي البارتيسيبيشن في كل واحدة، لكن عشان السلوك بتاعه والحضور والالتزام بمعنى أصح دخله في مرحلة الـ A ماينس أو مرحلة الـ A عامة، فدخل في مرحلة الامتياز. فهي A ماينس هي حتى 90 و95 و100، يعني ما هي كده مشروحة قدامي، يبقى الـ A ماينس بالـ 90 والـ A 95 والـ A بلس 100، وتحت مكتوب طبعا بقى ايه الجريدنج سيستم بتاع المدرسه او بتاع بقى اي نظام التعليم اللي شغالين بيه، الايه مجموعه الاي فيها A بلس وA وA ماينس وكل الرينج بتاعهم، ونفس القصه بالنسبه للبي والسي والدي. وطبعا ايه مفيش ايه على طول، في اف اللي هي بلو ايه 60%، في بعض المدارس ده بيعتبر سقوط، يعني حتى لو جايب 60% بس يعتبر المساهمات يعني مفيش، بيضطر انه يعيد الكورس ده تاني. ده كان عينة لطالب، في طالب تاني برضو هو يعتبر نفس الريبورت بس بتاع طالب تاني بنفس الحاجات، والفروق طبعا بتبقى واضحة. طيب حلو قوي، ده مهم قوي ان طيب ده كويس برضو، هنا نبص على حاجة فيه عشان نعرف الرينج بتاع التقييم. لو بصينا عند الطالب دوت في مادة الـ ESS اللي هي الـ English Social Studies، ودي النقطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، لو بصينا اللي هو الصف الثاني اللي هو بداية عندنا فيه سي ماينس اهي على اليمين، اللي تحتيها بقى السي، نبص على الحتة اللي فيها الكويزز ونبص على الكوارتر اكزام، الكويزز مقفلها، الكوارتر اكزام يعني 7 من 25، يعني ما جبناش النص، يعني سقوط، فده ما اثرش عليه خالص، ده بالعكس الحاجات التانية رفعتها. اي نعم التقدير مش هو سي، سي لو بصينا تحت في الجريدز من 73 ل 75%، يعني هنقول جاب الماكسيمم بتاع النقطة دي اللي هي 75%، يعني 75% وساقط في الامتحان. ليه؟ لان هو نظام التقييم مش بس ان انا بامتحنك وخلاص، لا في حاجات تانية كتيرة جدا بالاضافة للامتحان بتفرق معاك، وده فعلا ده يعتبر تقييم عادل. دي النقطة بس اللي انا ايه حبيت اوضحها. شكرا.